لا حول ولا قوة بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشباب، قناة شوف تي في، في البث المباشر مباشرة معكم من عاصمة الأنوار الرباط. قصة تزلزل القلب، قصة كلها أمومة. الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. أم مكلومة، أم قلبها تيتقطع على الإبنة ديالها. خنساء، خنساء 16 سنة اختفت في ظروف غامضة وكأن الأرض بلعتها. خرجت من الشاون، بالضبط من مدينة الشاون في اتجاه مدينة تطوان. بعد ذلك غادي تتصل بالأم ديالها، غتقول لها ماما أنا ما بغيش نبقى مع الأب ديالي، بغيت نجي عندك. قالت لها أجي عندي للدار، أنا في مدينة سلا. ودوزت لها الكريسون ديال الكار اللي قال لها صافي فاش نوصلها نسلا غادي نهبطها وغادي نعلمك باش تلاقيها. هاد الام مسكينه بقات تتسين في البنت ديالها اللي عندها 16 سنه تجي. ها هي غادي تجي، ها هي ساعه وغادي يعيط مول الكار، ساعتين ثلاثه السوايع والكريسون لم يتصل. فاش اتصلت به جبرات على انها بالبنت، هبطت مع شي ناس من الكار، قالت لهم، قالت الجريسون راهم ساكنين في الحومة ديالي. للأسف هذا الشيء كيضر في الخاطر. التفاصيل تعطيها لكم الأم أكثر، أنا تنحاول تنقربكم من الصورة. أنا حاجة وحدة تنقول لكم، بغيت البارتاج، أعطيني تصويرة عافاك. هذه هي خنساء، أعطيني تصويرة، عطيها لي، عطيها لي. هذه هي خنساء 16 سنة، 16 سنة. فينك يا بنتي خنساء؟ خليتي الأم ديالك كتعاني، خليتي الأم ديالك قلبها كيتقطع عليها، خليتي الأم ديالك دموعها ما تيحبسوش. أنا جاي معها كانت تسخف لولا الألطاف الإلهية، لولا خنساء إلا شتينا الفيديو. عارفين أن الأم ديالك دابا حالتها صعيبة، غادي تمشي تشوف الطبيب ديال الاعصاب، تتبات تحلم بك، تقول غير رجعي، ما كاينش اللي غادي يقول لك كلمه وحده. انت بنتي وما بغيتش لك الشارع والزنقه، وحنا تنعرفوا خوتي المغاربه الزنقه، والبنت عندها 16 عام، الزنقه شحال خايبه، الزنقه شحال صعيبه، الليل شحال صعيب. وبنت عندها 16 سنه في الزنقه بوحدها، اكيد ديابا يكونوا تتربصوا بها. نتمنى الله يحفظ لينا بنتنا خنساء، ونتمنى كاع الناس اللي طالعين معنا في هذا البث المباشر انهم يبارطاجيو كلشي 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 بارطاج. بغيت الناس اللي طالعين معنا في البث المباشر يديروا يد الله يعاونوا هذه الام، الله يخليكم عاونوا هذه الام، راه الوضعيه ديالها صعيبه وصعيبه بزاف. انا قبل ما غادي نكمل ولا نهضر ولا نقدم، اكيد انا نعطي الام اللي هي لا تعاود القصه ديالها اللي قلبها تحرق على بنتها. شدي اختي هنا هذه الله يحفظك. لا حول ولا قوه، الله يسمح لنا من الوالدين. انا بغيت كلشي يكتب لنا الله يسمح لنا من الوالدين وبارطاجي هذا اللايف باش الا خنساء كانت تشوف تجي تحن على ما رمك في حاله صعيبه. خنساء قدم لنا راسك اختي هذا الميكرو. السلام عليكم خوتي مغاربة، انا دابا راه خرجت بواحد الفيديو، دابا كنهضر دابا اليوم 12 يوم وانا مريضة، حالتي صعيبة. البنت جاية يعني جوج في الشهر يعني بالنهار الحد. كنزيد نوضح باش زعما هذوك الناس اللي هبطت معاهم، هضرت معاها عيطات ليا قالت لي انا ما جايه عندك. قلت لها وقع نقاش عادي، هو صيفطهم عيدوا عند العائله ديالو عادي،
ما كاينش المشكل، النقاش على التليفون. هي هذيك البنت خرجات صافي مراعيطات ليا انايا، هضرت معاها قالت لي ماما، قالت لي انا ما جيتش عندك، قلت لها صافي اجي، وديك الساعه نتصلوا بباباك باش ضروري غادي يكون في العلم ديالو. اخوتي انا كنت حرق عليها هاد البنت هادي، راني ربي اللي عالم بيا. ملي درت قلت لها دوزي ليا صافي، ركبت في الكار. ملي هضرت مع الكريسون قلت له فين غادي تنزلوا، فين غادي زعما في الاخر علاش غادوزو؟ قال لي غادي ندوزو على السلاب هذيك القواس باب الخميس وهذه. قلت له شوف غتحطها حتى، قلت له غتوصل المحطه؟ قال لي اه. قلت له حتى المحطه عاد حطها بحال هكا كنأكد عليه. قلت لي معاش غتوصلوا؟ قال لي السبعه. موراها صافي من وصلوا باب الخميس نزلت مع شي عائله، واش كانت كتهضر، واش هضرت معاهم في الكار، واش هادي. عيطت لها هضر مع الشيفور، قال لي واش بقيت المحطه؟ قالت لي لا انا هبط مع هاد الناس، راه ساكنين في الحومه اللي غادي نمشي عند ماما. صافي ماشي مشكل، انا غادي نمشي معاهم. قال لي مني، قلت له عطيني المواصفات ديال هاد الناس مورا مني انا تنتصل. صافي قال لي نزلت، صدم صافي. مورا انا نزلت شديت الطاكسي كنجريت مع باب الخميس، كنقلب بحال شي حمقى، تنقول ربما قاست سناني هنا. كنهبط جيت الطريق لتحت، جيت طريق البحر، ما خليت فين قلبت، غنحماق بالتقلاب. صافي وكنعاود نعيط ليه، قال لي راه نزلت مع هاد الناس. قال لي شي ناس صحراوه، المراه وراجلها ومعاهم بنت وولد، نزلت معاهم. صافي اللي كان طالب ابنتي اللي كتسمعيني، ولا لا مع شي حد، ولا هاد الناس هادو معاهم، يعطيوني بنتي وتجي عندي كما بغات تكون. انا ما بغيتش لها المضره، انا راه كنتقطع من جهتها. لا انا لا باها، حتى هو كيسول لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كنعس ما كنشوفو، راه كتبقى توقف عليا في الليل، راه كنتخيل راه واصله لواحد الحلال نيار عصابي. صافي علاش ما بغيتش ليها المضره؟ خايفه عليها، ما باغيش ليها الشارع، ما باغيش ليها حتى شي حاجه. اجي يا بنتي راه ما عندك مناش خافي، راه اي حاجه عندها حل. استغفر الله العظيم. قال لي ملي هضرت معاه قال لي راه نزلت باب الخميس. قلبت ديكلاريت درت جميع ديكلاريت، ما خليت ما درت، جميع المحاولات درتها. ما عمري انا كنت كنظن راسي غادي نوصل، ولكن على بنتي راني وصلت للصحافه، ما خليت دابا ما درت. عافاكم اخوتي، الا ما اللي شاف هاد البنت ما التليفون اللي غيوصل عند صحاباتها ما عندهاش، جايه عندي ما عندها حتى شي صحابات هنايا. الا شي حد ما نعرفتي، الا تخطاط مخطاطفه، الا ما عرفتها واش. قال لي انا الصحراوه وصافي، باينه فيهم الصحراوه. الا كيسمعوني ونزلت معاهم يعطيوني، يتصلوا بيا واش معاهم، ولا ما بقاتش معاهم، ولا غير نزلت معاهم ومشات لشي بلاصه اخرى. يعطيوني غير شويه، واحد الباب نوصل ليه. راه ربي اللي عالم عليا، راه تنتحرق عليا. كلشي مخلوع عليها، كلشي كنقلبوا. هذه 12 يوم دابا، اليوم 12 يوم وانا كنحسب، راه من النهار اللي مشات وانا حنا كنقلب راه موراها راه 40. عافاكم لما قلبوا معايا على هذه البنت. مشاهدينا الكرام، عطيني الميكرو عافاك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هذه هي التصويرة ديال خنساء. بغيت كلشي بارطاجي، بغيت كل رسالة أنها توصل للجميع. خنساء في حاجة لينا، الأم ديالها يعني الوضعية ديالها كارثية، الوضعية ديالها صعيبة وصعيبة بزاف. بغيت كلشي بارطاجي، اللي يقدر يعاون خنساء اليوم خصنا نجبدوها وخصنا نعرفوها. المغاربة أكيد تيتحدوا في الوقيتة ديال الهزة، تيكونوا كاملين يد واحدة. كلشي مشاهدينا الكرام، اخوان اللي طالعين معنا في اللايف، الله يرحم لكم الوالدين، كلشي دير يدو يد الله ويورك على الزر ديال البارطاج وكومونتي، كلشي كتب يوب 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 يوب، وباش عاد توصل الرساله، وايضا يعني
يبارطاجيو، بغيت كلشي يبارطاجي الليله 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 نعرفوا خنساء فين كاينه الليله 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 الليله. غيتصل ان شاء الله شي واحد بخنساء وبالام ديال خنساء ويقول ها خنساء فين كاينه. كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي. يلاه 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 المغاربه، يلاه خوتي يلاه المغاربه، بغينا نلقاو هاد الشابه هذه عندها 16 سنه خنساء بنيتها مازال صغيره الى حدود الساعه راحه في السنقه. باش تحميها بارطاجي، باش تحميها بارطاجي، باش تحميها بارطاجي، توصل ويتعرف على شي واحد ويعيط على الام يقول لها راه هي بنتك فين كاينه في البلاصه في الفلانيه. يلاه 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 يد الله يد الله كاملين 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 كاملين. بغيت كلشي هاد الناس اللي طالعين معنا في اللايف، يلاه 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 المغاربه انت مغربي دير بصح تتبان هنا. يلاه ويلاه ويلاه على وديت هاد الميمه، على وديت هاد الميمه. شوف 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 تتبكي، شوف دير يدي على يدها، شوفوا شوفوا شوف. يلا خوتي يلا المغاربه يلا يلا خوتي يلا الله يرحم لكم الوالدين. شي بارطاجي يلا يلا، بغيت البارطاج كميه البارطاج، بغيت الناس توصل الرساله. ها خنساء ها تصويت خنساء، يلا كلشي كلشي بارطاج. يلا حتى مغربيت فين هي حتى مغربيت ديالنا، كلشي بارطاجي توصل الرساله. ولا كانت عندك شي واحد استغليتيها وسترد يعني استدرجتيها وهي قصير وبقيتي عليها يلا هي معايا وغادي وكذا وبديتي ما راك تدي راسك للتهلكه. افضل حاجه هي تخليها تمشي في حالاتها. واخا واش دير لي النداء شي وحده كتعز بنتي اللي عنده بنتي؟ انا كنوجه هذا النداء ضروري ما غادي يوصل ضروري. راه الله سبحانه وتعالى راه الروح اللي كانت مقتوله وكيبان شكون قاتلها. بنتي الا كانت حيه لك الا كتسمعي ولا كنتي تشد بنتي راعي دير يدك في قلبك وحس بيا. راه البنت ما عندها حتى شي حاجه، راه كانت جايه عندي انا وهضرت معايا وقالت لي قالت لي بغيت نجي عندك. راه انا الحماق غادي نحماق، راه انا راه كنعيش واحد الظروف. لا اله الا الله، حط راسك انت واش تقدر انت تستغنى على امك غير دقيقه طلقها ما كاين حتى شي حاجه. رانا تنقول لها اجي كيف ما بغيتي تكوني اجي اي حاجه كتصلح. انا بغا نزيد يعني بغا نزيد بك القدام باك حتى هو راه محروق عليك كما كان الحرام محروق عليك، كنا محروقين عليك ربي اللي عالم. انا راه مرات دقيقه مشاهدينا الكرام يلا كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي. اختي ما نشجك وجهك دوري عندي وهزي التصويره ما نشجك وجهك. يعني اسره محافظه الام ما باغاش قالت ما نشجك وجهك اختي ما نشجك وجهك. هبطي 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 التصويره ها انتم. يعني مشاهدينا الكرام الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم، نزومي على التصويره الله يخليكم. كلشي بارطاجي يلا شد البارطاج دابا بدا تيطلع. بغيت كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي خنساء اليوم اليوم دابا دابا. لا شي واحد شافها عيط لنا في اللايف على المباشر، يتصل بينا على المباشر دابا. لا شافها شي واحد الله يرحم لكم الوالدين، شافها شي واحد شافها شي واحد دابا يعيط في المباشر يبرد لنا خاطرنا. الله يرحم باكم شي واحد دابا يبرد لنا خاطرنا. الله يكبر بكم. بارطاجو بارطاجو وضعيه الام. انا ما قدرتش نوريكم وجهها لان قالت لباتي ميرا الوضعيه ديالها راه كارثيه. راه الام ما تقدر خنساء بنتي الله يرضى عليك بنتي راك انت مازال صغيره والحياه قدامك ومازال بزاف د الحوايج. امك راها تتموت عليك، امك خنساء راها تتبغيك وانت عارفه هذا الشيء، انت عارفه هذا الشيء يا خنساء. الا شتي الفيديو رجع عند امك. يلا يلا خوتي بارطاج بارطاج يلا خوتي المغاربه يلا يلا يلا. بغيت كلشي بارطاجي اللي طالع مع على وديت هاد الميمه راه تقدر توقع عليك توقع عليا الله يستر. احنا احنا اللي خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. يلا كلشي 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 الله يخليكم. يلا كلشي المغاربه الحرام بارطاجوا لي جروب الصفحات بارطاجوا بارطاجوا. خنساء خاصنا القهوه، خنساء خاصنا القهوه الليله قبل ما نغدا. شي كلمه اختي تنطلب من الله ومنكم من خوتي المغاربه فيما كانوا خارج الوطن ولا هنايا في المغرب اي بلاصه، تعاونوا معايا على بنتي تعاونوا معايا على بنتي. حطوا يديكم في قلبكم وحسوا بيا، راني وصله بيا العظم. راه ما كان ناس ما كنشوفوا ولا غير داتني الغمضه كنحلم بيها كنحلم بيها ليل ونهار. ما خليت فين قلبت ما خليت فين قلبت كنبغي نطيح حتى كتشدني الدوخه حتى مرات تبرم بيا.
بغينا لها غير الخير. ما عندك مناش خافي، قالت لك خرج خفت، ما عندك مناش خافي. خنساء بنتي ما عندك ما تخافي، كلشي بارطاجي. الله يخليكم المغاربه الحرار، حتى مغربيت ولاد البلاد الحرار، كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي. لان خنساء في حاجه لينا، عندها 16 عام دابا في الزنقه، ما عرفنا شنو واقع له. الام ديالها تتبكي، طيحه الدموع على بنتها، تتبكي تتبكي. الاب ديالها في حاله هستيرية، حاله يعني يرتلها. خنساء خنساء رجعي لداركم، رجعي لداركم، ما تلقايش احسن من الحضن ديال الام ديالك. الحضن ديال الام ديالك، حضن ديال الام، حضن الدافئ ديال الام. خنساء كلشي كيقلب عليك، جداتك تتقلب عليك، كلشي تيقلب عليك، ولاد الجيران حتى هما تيقلبوا عليك، بنات الجيران تيقلبوا عليك، كلشي تيقلب على خنساء. عزيز عليهم كاملين خنساء. ولا كان شي واحد يعني غرو الشيطان وشد خنساء، طلق خنساء، طلق خنساء، راه العاقبة صعيبة. ديها شي بلاصة قول لها سيري، ولا ديها حدا شي كوميسارية قول لها سيري قطعي هاديك الشانطي ليها وسيري، وخليها تمشي ديك الكوميسارية. خنساء راه ما غادي تحماق عليها. ما عندك مناش خافي يا بنتي، راه أنا معاك. لا وتسمع لك دابا خنساء أبنتي، أنا معاك، ما عندك حتى شي حاجة ما غادي تضرك. أي حاجة عندها حل في الدنيا هادي، ما كاين حتى شي حاجة اللي ما غنلقاش. كان صراني عييت، انا مبقيتش قادره نهضر، صافي عييت تقهرت. لا اله الا الله محمد رسول الله، والحمد لله على كل حال. الخوت انا كنطالب غير بنتي، ما كنطالب حتى شي حاجه، وحمد الله وشكرا. واخا واخا الانسان كتوصل فيه العظم، واخا اي حاجه، حمد الله وشكرا على كل حال. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، قناتكم، صوتكم، صوت الشعب. شوف تي في هي صوت الشعب. ما عندي ما نقول، الكلمات تقادوا ليا. أنا حاجة تنقول لكم وتنطلبكم وتناشدكم، وأشدوا على أيديكم، أشدوا على أيديكم مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، القناة القريبة لكل بيت مواطن، كل بيت بيت، كل دار دار، كل زنقة زنقة، قناة شوف تي في قريبة لها. عافكم بارطاجيو، عاودوها، عاونوا هاد الميمه، الله يخليكم، عاونوا الميمه. شي يوم الجمعه، يوم الاجر، ما قدرت ما درتيش اليوم الاجر، غادي دير اجر بسيط، يقدر يجيك حتى لعبه. وانا كتبارطاجي هاد اللايف، وانا كتكتب يوب، تكتب شي كلمه زوينه لهاد الام. الله 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 يصبرك، الله يرجع لك تلقاي البنيه ديالك. ما درتي والو، ما درتيش الاجر اليوم الجمعه، غير بارطاجي. يقدر شي محسن او لا شي واحد غيكون يتعرف على خنساء، وبسببك انت، بسبب البارطاج، اللي حركه بسيطه لقينا خنساء ورجعات الاسره ديالها. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تي في، ضربت رجليكم الا ما قل بارطاجيو، حاولوا تقلبوا معايا، حاولوا. انا عندي احساس بانها حيه، عندي احساس بها انها حيه، حيت هضرت معايا وقلت لها اجي، ما يكون غير الخير بنتي، غير اجي، ماشي مشكل، ما كاين حتى شي حاجه. مشاهدينا الكرام، وصلنا نهايه هذا البث المباشر، كلشي بارطاجي. هاد 1151 شخص اللي طالع معنا في البث المباشر، نتمنوا على انه يبارطاجي بارطاجي بارطاجي، باش توصل الرساله الى من يهمه الامر. الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم، بارطاجي وعاونوا الميمه، هاد الام المكلومه خصنا نعاونوها. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم بث مباشر اخر. كلشي بارطاجي، خنساء خصنا نلقاوها، كنا خنساء، كنا يدا واحدة باش لقاو بنتنا وبنتكم وبنت المغاربة كاملين خنساء. سلام الله عليكم، عافاكم، ما توقفوش، وخا نحبسنا اللايف ما تحبسوش البارطاج باش لقاو خنساء. خنساء اليوم لقاوها قبل ما غدا، الله يحفظك. وكما قالت تشوف على الكومونتير من بينهم زهور رحيمي، كتبات واحد الكومونتير، الله يصبرك، فعلا الله يصبرك اختي أم ديال خنساء، الله يصبرك في النار، لأن فعلا تتعاني معاناة حقيقية.